بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم حوار السادسة. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى باسمكم أستضيف فضيلة الدكتور عبد المالك عبد الرحمن السعدي من جمهورية العراق الشقيقة. مرحبا بك دكتور. حياك الله. حياك دكتور عبد المالك عبد الرحمن السعدي، أستاذ الفقه وأصوله في الدراسات العليا بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان الأردن. طبيعة هذه الحلقة إن شاء الله تتناول موضوع، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. فلهذا اخترنا لهذه الحلقة عنوان من آداب الإسلام، لأن هذا الدين فضيلة الشيخ هو دين الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإسلام جاء بكثير من الأخلاق والآداب، وتابع المسلم في الآداب حتى عندما يدخل إلى الحمام، وعندما ينام، وعندما يستيقظ، وعندما يعاشر زوجته، وعندما يسير في الطريق، وفي كل خطوة من خطواته يلازمه الإسلام بآدابه، لأنه التمسك بالآداب الإسلامية هي الحصانة من أن يقع الإنسان في الهفوات أو في الأمور القبيحة. ونحن الآن نريد أن نختار ثلاثة من الآداب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومن خلال مخاطبته لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هذه الثلاثة هي، يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأمة من خلال مخاطبته لمعاذ، وإلا فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب: اتق الله حيثما كنت. التقوى هو التوقي، وإذا كان الآن هناك شيء ساخن لا يمكنك أن تمسكه، تأتي بالمنديل لتتقي حرارته. ونحن أمامنا نار جهنم، فلا بد أن نتقيها في الآخرة، والأخلاق الرديئة هنا علينا أن نتقيها هنا، ليكون أحدنا إنسانا بمعنى الكلمة، لأن الإنسان خلقه الله تعالى في أحسن تقويم وكرمه الله، فلا ينبغي له أن يدنس نفسه بالمنكرات أو المخالفات التي تتقاطع مع كونه إنسانا. إذن هناك وقاية، اتق الله يعني اجعل بينك وبين غضب الله وبين عذابه وبين الموبقات وقاية. ما هي الوقاية؟ هي ليست محسوسة كالمنديل. اتق الله في الأعمال الصالحة، فإن العمل الصالح هو الذي ينقذك من العمل الفاسد. فاجعل الصدق حماية من الكذب، واجعل الأمانة حماية من الخيانة، واجعل العفة حماية من الزنا، واجعل القناعة حماية من أكل أموال الناس. إذن اتق الله، اجعل له وقاية، اجعل لك وقاية من سخط الله أو من الانحراف في الأوصاف الرديئة التي لا تليق بك كإنسان، فضلا عن كونك مسلما. الوقاية خير من العلاج، لأنك أنت بعد أن تقع في الرذيلة تعالج، لكن إذا وضعت الوقاية قبل ذلك فأنت ستكون في مأمن من أن تقع فيها. ولذلك حتى في الآخرة الدرع الواقي من عذاب جهنم، كما يفعله عمال الحريق، يضعون درع عن واقيا عن الحريق، هناك تقوى الله هي الواقي. اتق الله حيث ما كنت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، يعني هو عملية احترازية قبلية. اتق الله حيث ما كنت. نعم، يعني التقوى ليست محصورة في المسجد، ولا في المعهد العلمي الإسلامي، ولا أمام الناس، حيث ما كنت. وهذه حيث المكان، في أي مكان تكون اتق الله، سواء كنت علنا، كان عملك علنا أم سرا، لا فرق بين أن تجتنب المنكر أمام الناس وبين أن تجتنبه وأنت خال.
لأن وإذا خلوت الدار فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولذلك أينما تذهب راقب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تقي نفسك من أن تقع في مهلكة، في السرقة، في الكذب، في الغيبة، في النميمة، في الزنا، راقب الله أمامك، لأن وهو معكم أينما كنتم. واجعل شعارك الله شاهدي، الله ناظري، الله معي دائما. إذا اتق الله حيثما كنت، في تحت الفراش، وفي البيت، وفي الشارع، وفي السوق، وفي المدرسة، وفي المزرعة، وفي المتجر، وفي المصنع. يعني عليك أن لا تغش، أن يكون يعني الإنسان مرتبط بالله عز وجل في كل شيء، دائما مراقبة الله. الوقاية اتقيه، أي اخشى عذابه حيثما كنت، لأنه هو رقيب عليك. قد يكون البوليس يراقبك في الشارع، ولكن إذا دخلت إلى دارك لا يراقبك، وربما تختلي بنفسك وتعمل منكر. لا، راقب الله سبحانه وتعالى عندما تريد أن تقدم إلى المنكر، لتكون لك حصانة عن الوصول إليه. فلا يوجد شيء يحصل الإنسان من الوقوع في الرذائل إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. إذن هذه واحدة، اتق الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. احنا عندنا السيئة وسخ، الران يثبت على القلوب، الران حتى يسود بأي شيء، لا يجلى بالماء، هذا يجلى بالحسنة. ولذلك أولئك الذين يبدل، فأولئك الذين يبدل الله سيئات حسنات، أي إن كان عملها عن قصد في المعصية تمحى، وإن كان عملها هفوة أو شهوة نفس يبدل الله سيئات حسنات. إذن بأي شيء نمحو السيئة؟ السيئة الخصال الرديئة، ولا شك أنك كل خصلة رديئة لها خصلة حسنة في الإسلام. فالكذب امحوه بالصدق، والخيانة امحوها بالأمانة، والغش بالنصيحة. كل عمل، الإيمان 60 شعبة، كل خصلة منها فيها مقابل خصلة الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما وقال هذا طريق الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن، وخط خطوطا عن شماله ويمينه وقال هذه خطوط طرق الشيطان، ما من طريق إلا وعليه شيطان يدعو إليه، بداية بالكفر ونهاية بأبسط شيء في الإسلام، إماطة الأذى عن الطريق. إذا أتبع السيئة الحسنة لها معنيان. معنى ائت بالخصلة الحسنة حتى تغطي على السيئة، أبدلها وامحي السيئة، الخصلة السيئة بالخصلة الحسنة. كنت تكذب صر صادقا، كنت تغيب امسك لسانك، كنت تغش تستعمل النصيحة، كنت تخون استعمل الأمانة. وهذا يا شيخ فيه رحمة وسعة كبيرة جدا للإسلام. نعم، حتى يعني هذه تغطي. وأيضا عمل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نظرت إلى امرأة نظرة سوء، فلم يجبه لأن وما ينطق عن الهوى. فنزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأكرم الله هذه الأمة بالغسيل. الغسيل هي مو الماء، هاي الصلوات الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أرأيتم لو أن بباب دار أحدكم نهرا يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى على جسمي من الدرن شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس. الله أكبر. نعم. كثير من الأمور السيئات، الحسنات هي التي تمحوها وتكفرها، ولا سيما الصغائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة، وبعد ذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. إذن أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي لا يوم القيامة لا تجدها في صحيح، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا رقيب يسجل الحسنات وعتيد يسجل السيئات. ومن رحمة الله جعل الملكين من أهل رحمة، لما يعمل السيئة يريد يسجلها
عتيد يقول له أصبر لعله يندم ويستغفر حتى ما يسجله، لأنه التسجيل حتى إذا يمحى يبقى له أثر، لكن عدم التسجيل هو الأفضل. فيقول له أمهله لعله يستغفر، فإذا استغفر محيت. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا خلق ثاني، وهذه أهمها. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق، ما قال لم يقل المسلمين، بل إنما عليك مع غير المسلمين أن تظهر أخلاق الإسلام في معاملتك معه. يعني اللفظ عام يحمل على عمومه الناس. نعم، عرف شلون؟ وخالق الناس، هاي الاستغراقية. نعم، جميع الناس، المؤمن والكافر والملحد، عليك أن تبرز أخلاق الإسلام. فقد فتحت بلاد في الإسلام بدون السيف، بمجرد أن رأوا هؤلاء أعمالهم حسنة وأخلاقهم حسنة وكلهم ملتزمون في الأشياء في الفضيلة أسلموا، قال هذا إذن دينهم. ولذلك لما يرون هذا كان يسرق، كان يكذب، كان يغش، وإذا به قد صلح أمره. يقول إيش هذا؟ قال له هذا الإسلام. سيدنا عمر جاء بعد أن كبرت بنته وخبأتها زوجته، ولما جاءت بها ظنت أنه لا يعدها، سوف لا يعدها، قال من هذه؟ قالت ابنتنا كانت عند خالتها ربتها، أخذها وحفر لها ودفنها وهي كبيرة. وأخذت لما يحفر الغبار يأتي على لحيتي وملابسي، هي تخفف من تذهب عنه الغبار، ولم يرق عليها، دفنها. وبعد أن صقله الإسلام مر بشخص يذبح شاة، بعد أن ذبحها بدأ يسلخ، المفروض يتركها إلى أن تموت، فقال ويلك ما أخسى قلبك. من الذي حول عمر من الشدة والغلظة إلى هذه الرحمة؟ هو الإسلام. إذن وخالق الناس بخلق حسن، وأقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أحسنهم أخلاقه يوم القيامة. ولذلك الخلق قد هو الذي يكسب الناس. إنكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. المال قد يكون ينفد ولا يبقى، عند ذلك من كنت تكسبه يذهب عنك. أما الخلق الحسن فإنه لا يفنى ويبقى ما دمت أنت متخلقا به، وبإمكانك أن تكسب الناس بالخلق الحسن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بأعظم صفة، وإنك لعلى خلق عظيم. السيدة عائشة سألوا ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلق القرآن، أي القرآن تجسد به وصار قرآنا يمشي على الأرض، فكلما نظر إليه شخص رأى فيه شيء من المحاسن، هذا يرضى رحمته، هذا يرى رحمته، هذا يرى رقته، هذا يرى إحسانه، هذا يرى تواضعه، هذا يرى أنه يخدم الناس. ولذلك من شدة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة خرجوا وأرادوا أن يذبحوا عناقا طعاما لهم، فقال شخص أنا علي يا رسول الله ذبحها، الآخر قال وعلي سلخها، الآخر قال وعلي قد تقطيعها، الآخر قال وعلي طبخها، ونسوا أهم وأشق حاجة في هذا العمل، قال وعلي جمع الحطب. النبي صلى الله عليه وسلم علي جمع الحطب، وهو أشق شيء في هذه العملية. إذن أخلاقه، تواضعه، هيئته لم تكن متميزة كما يتميز الآن الناس، حتى كان الداخل يدخل لم يعرفه من قبل وهو جالس بين يقول أيكم محمد. إذن الأخلاق لا بد أن نتمسك بها، وهي خاصة لكل مسلم عليه أن يتمسك بالأخلاق الفاضلة، وإذا كان لم يعرفها فعليه أن يتابع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، في كلامه، في تصرفاته مع أهلي، مع زوجتي. لا تغضب، قال له أوصني يا رسول الله دلني على شيء، قال له لا تغضب، ثم قال له مرة ثانية قال لا تغضب، لا تغضب، لأن الغضب من الشيطان
ولذلك نطفئه بالماء نتوضأ. عندما نعود يا شيخ لأخلاق الإسلام وهذه الأخلاق التي ذكرت نموذجا، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق بسط مفهوما أفقيا برحمته للأمة. عندما نتحدث عنها في هذا العصر نجد أنها تحولت من البعد الأفقي إلى البعد العمودي، وكأننا نتحدث عن الأخلاق الفاضلة التي أصبحنا نراها منعدمة. لماذا؟ لأننا أولا لم نتابع من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم أخلاقه. هناك شمائل وألفت كتب في شمائله صلى الله عليه وسلم المفروض أن يطلع عليها المسلم، وعلى فرض الطلعة لا يكتفي بمجرد الرؤية والقراءة، بل عليه التطبيق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، والمقت أشد درجة في البغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت كن متخلقا والناس تتأثر بحالك لا بمقالك، لأن المقال قد يحتمل الكذب والرياء، لكن الحال لا يحتمل إلا الصدق. فالمفروض بالمسلم أنه لا يعتدي على جاره، لا يعتدي على حتى على الذمي، لأنه في أوان من أدنى. لما يصير نسوي لأنفسنا نقول هذا كافر، هو نعم كافر، ندعوه إلى الإسلام ونبين له مكانة الإسلام وفضيلة الإسلام، ونقول له ترى دينكم في الحقيقة هو أمر بالإسلام، لكن التحريف أدى بكم إلى هذا، ونقول له لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لا فرق، أنتم معنا تعايشون هنا، وهكذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة ما لم يعتدي، لأن احنا علينا أن نصد العدوان، لأن هذا أيضا من أخلاق الإسلام، لأن الذلة رذيلة. فإذا كان اعتدي علينا لا، إلا نرد العدوان، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى. فلذلك يا أخي هذه الثلاثة لو تمسكنا بها لانتصرنا، ولو فتحت البلاد غير الإسلامية بهذه الأخلاق، لأن هذا النموذج من الأخلاق المحمدية. فنرجو الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الشهر المبارك أن يجعلنا من المتصفين بها، أن نراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن نتخلق بإخلاص، وأن نبتعد عن السيئات، وإذا ما وقعت منا نهرع إلى الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى الذاكرين. وأرجو الله لكم ولهذا البلد ولأمير المؤمنين كل خير، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بزيادة من الأمن والاستقرار، وعليكم أن تأخذوا الدروس من البلدان التي غيرت وضعها، فإن هذا التغيير كان إلى أسوأ وإلى أسوأ، فارضوا بما أنتم عليه فإن فيه النجاة إن شاء الله. نعم. وبارك الله فيك. نعم. دكتور، طبعا هذه الكلمات الطيبة تسوقني إلى طبيعة نقطة جيدة كبيرة في الموضوع، ألا وهي هل الأخلاق الإسلامية المسؤول عنها هي النظام المؤسسات المعاصر الذي أصبحنا نراه، أم أن هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على تبني هذه الأخلاق؟ الحقيقة لا، الآن فيها خلل على جميع المستويات، يعني قد يكون نسجل على المسؤول، على الحاكم، على لأنه إحنا المفروض مثلا الإعلام الآن أصبح يسوق أخلاق معينة، والإعلام ميسر الآن، قناتكم فيها إن شاء الله خير، تبث للعالم الإسلامي هذه الأخلاق ولغير العالم الإسلامي، والمفروض المسلم هو أولى بها، لأنه يقال أنه فلان عنده صدق، فلان لا يخون من الكفرة، هذه كلها أخذوها من عندنا، ونحن أخذنا منهم السيئات، أدخلنا إلى شارعنا ما هو في شارعهم، وأدخلنا إلى مصانعنا وإلى دوائرنا، وأخذوا منا الأخلاق الفاضلة، فهي فطرة الإنسان الأخلاق الفاضلة. نعم، سنة الله عز وجل يا فضيلة الدكتور لا ترحم. الأمة الغربية أو الغرب تقدم بأخلاقه، تأخرنا نحن ببعد عن الأخلاق، كيف نعاود هذه الأخلاق؟ نعود إلى الإسلام، ما دام إحنا الإسلام في معزل ونحن مسلمون لا إسلام، نعود إلى الإسلام بكل جوانبه، في حدوده وفي عقوباته وفي أحوال الشخصية فيه، وحتى في العبادات التي هي متعة روحية قد يكون لا نستعمل الخلق الحسن معها.
نخل في خشوعها، حركاتنا تكثر فيها، عدم الاطمئنان في الصلاة، أيضا هذه خارجة عن الأخلاق الإسلامية. فالمفروض أن الإسلام عالج الصغيرة والكبيرة ولم يترك شيئا إلا ووضع له علاجا نافعا مفيدا للمجتمع وللفاعل نفسه، لأنه إذا كان الإنسان تمسك بأخلاق الإسلام فالمحاكم ستغلق أبوابها، ها القضاء يغلق أبوابه، ما في. ولذلك لم يكن دائرة قضاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الخلفاء، إذا استجد خصومة بين اثنين يأتون إلى الخليفة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليمة، حتى من يحكم عليه يسلم، يقول خلاص إذا هذا حقه وأنا محقوق لهذا. لكن إحنا لما ابتعدنا أخذ بعضنا يضرب البعض، وبعضنا يكذب على البعض، وبعضنا يأكل أموال الناس بالباطل وينكر حقوق الناس، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فنحن جدير بنا أن نتخلق بديننا وأن نجعل غير المسلمين يقتدون بنا. بقي سؤال مهم، ألا وهو في رأيك ما هي الأسباب التي أدت بالأمة الإسلامية إلى الابتعاد عن أخلاقها؟ الملذات والشهوات. يعني يقول لك أنا ليش أكذب، أنا ليش أكون أمينا، أنا أريد أخذ مال حتى أشرب الخمرة، حتى أدخن، حتى أنفق أبذخ في الحياة. إذا ترك الأمانة وأخذ يسرق، لم يكتفي بالحلال أخذ ينظر إلى النساء ويتعرض في النساء مثلا لأنه لم يكتفي بالحلال. إذا العلاج أغننا بحلالك عن حرامك. الحلال الذي هو شيء قليل خير من الثروة الكبيرة التي مصدرها الحرام، الرشوة أو أخذ أموال الناس أو السرقة أو ابتزاز الناس. إذا علينا أن نعالج أنفسنا بعلاج الإسلام لا غير. فإذا رجعنا إلى هذه المبادئ سوف تستقيم أمورنا، ونرى شارعنا إسلاميا ومدارسنا إسلامية، ونرى عسكرنا إسلامي، ونرى أيضا مصانعنا وتاجرنا كلها إسلامية، لا ربا ولا غش ولا خديعة ولا مكر في التعامل. نعم. مع الناس. نعم. إذن لا بد من العودة إلى هذه الأخلاق. أبدا، هذه لا مناص منها، هي معيار الحضارة. نعم، هو الإسلام حضارة، ولذلك لم يقف حجر حثرة أمام التقدم الحضاري المباح، لكن إذا كان يتنافى مع أخلاق الإسلام أو مع آداب الإسلام هذه ليست حضارة، هذه رذيلة نرفضها. يعني إحنا إذا كان هناك التكنولوجيا الآن والصناعات والهذا، إحنا أمرنا الإسلام بها قل اعملوا، والعمل يشمل عمل العبادة وعمل الدنيا، ها. وقال لأن يأخذ أحدكم فأسه ويحتطب ويأتي يبيع خير من أن يمد يده للناس، ها، يجيب حطب ويبيع حتى لا يمد، لأن هاي رذيلة لا تليق بالمسلم. فإذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة شيئا إلا وبينه، إما عن طريق الكتاب العزيز وإما عن طريق أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. شكرا فضيلة الدكتور عبد المالك عبد الرحمن السعدي على هذه الكلمات الطيبة. مشاهدين الكرام، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم حوار السادسة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.